معنى آية وعندهم قاصرات الطرف عين؟ قال الله تعالى في سورة الصافات: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وذلك في سياق وصف مقام المؤمنين والمتقين في جنات النعيم، وما لهم من ثواب عظيم وملذات ومسرات أثابهم الله بها على إيمانهم وتقواهم. ويجدر بكل مسلم أن يدرك معنى آية وعندهم قاصرات الطرف عين وتفسيرات العلماء لها إضافة إلى فوائدها العظيمة. يشير معنى آية وعندهم قاصرات الطرف عين إلى مزيد من النعم التي أعطاها الله تعالى لعباده المتقين، والمقصود من قاصرات الطرف أي جزاء المؤمنين من أهل الجنة نساء قد منعن أعينهن من النظر إلى غير أزواجهن، وقصرن نظرهن على أزواجهن فقط. وهذا القول ذهب إليه جملة من الفقهاء والمفسرين، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه ومحمد بن كعب ومجاهد وغيرهم. وفي معنى آخر أن قاصرات الطرف هن نساء أهل الجنة اللواتي حبسن على أزواجهن فقط وقصرن في خيامهن، ولكن التفسير الأول أجلى وأوضح من التفسير الثاني حسب ما ورد في تفسير القرطبي، لأن هذه الآية ليست فيها مقصورات كما ورد في غير موضع من كتاب الله تعالى. أما قوله قاصرات فهو من الفعل اقتصر على الشيء، أي إذا اكتفى واقتنع به ولم يتطلع إلى غير ما عنده. وفي تفسير آخر ورد أن معنى الآية يشير إلى 3 صفات من الصفات التي تتميز بها نساء الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، وهما: فالصفة الأولى أن معنى قاصرات الطرف يدل على العيون، ومعناه أن عيونهن مقتصرة في النظر على أزواجهن فقط، ولا ينظرن إلى غيرهم من الرجال بسبب اكتفائهم واقتناعهم بأزواجهم، وذلك من فضائل الخصال التي أشار الله تعالى إليها. والصفة الثانية أنهن عين، والعيناء واسعة العين النجلاء. أما الصفة الثالثة أن بشرتهن ذات لون أبيض، وهو بياض مشرب بصفرة تزيد جمالهن ورقتهن. وهناك من قال أن قاصرات الطرف هن النساء اللواتي لا ينظرن إلا غير أزواجهن على خلاف النساء في الدنيا. والمعنى الثاني من القصر، وهو من كونهن قابعات في الخيام، أي مقصورات عليها ولا يخرجن منها. ويدل على ذلك قوله تعالى في غير موضع: حور مقصورات في الخيام. ولأن المرأة يكون وجودها مقتصر على المنزل والبقاء فيه، وهي من الصفات الحسنة في النساء ومن أخلاق العفة والحشمة التي كانت تميز النساء بعضهن عن بعض، وبذلك كانت العرب قديما تمدح النساء.